شوف الحاجه الاولى اللي جا دوكا ما تقوليش ماكيش سعيده معنا امبوسيبل هذه ما عندهاش علاقه بالنرجسيه موضوع كيما هذا ما نجيش على جالو لو كان بالسعاده ما نجيش على جال موضوع وفي اول وهله عندما تقيت الطاقم الشبابي الطاقم هذا المحترم عندنا والله الله يبارك صافي 5 اون ولا 10 اون اغيغ ما لحقناش وين رانا دوكا رانا فريمون هذا الطاقم الشبابي هذا لي جون تاع دوكا يعني بارك الله فيكم كامل الطاقم كامل صغار عجبك شويه الحال هنايا بيان سور عجبك اكيد اليز معنا بيان سور راني اليز سينو ما نقعدش انا ما تعجبنيش بلاصه نوض منها صافي فلي الحمد لله طاقم الصباح الاقتصاديه صافي فيه شويه سعاده والايجابيه فيه سعاده